من 7 ل 9 تاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. إيه فما حلقة راديو 28 دقيقة بعد شوية باش يكون حاضر معنا في حوار ونص لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي. قبل ذلك المتفرج فارس مع ألفة الكشاو. المتفرج فارس يلا ألفة اهلا بيك. مرحبا بك. صباح الخير. مرحبا باللي يسمعوا فينا كل. الوغ اليوم باش نحكيو على كان يا ما كانش، وبعد نحكيو زادا على الانتاج المشترك التونسي الجزائري اللي هو سلسله مليونير. دونك نبداو بكان يا ما كانش. برشا 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 تفاعلات وبرشا تعليقات من نهار الاولاني، دونك قعدت نتبع في لي كومونتير نتاع العباد. من الاول بكل حق ناس ما كانوش فاهمين بالكدا، وكان اكثر التفاعلات كانت نيجاتيف نجمو نقولوا. شكون قال اول حلقه تقول شنو هالمساطه هذه، بعد هذا بعد ايامات بعد يقول لك، وبعده يولي ان فري ديليس. فما شكون الايامات الاولانيين قال فيرسيون تونيزيفيه من كاملوت لي فيزيتور جيم اوف ثرونز ان ديبو تري ديسوفون. ومن بعد الاراء بدات تتبدل بشويه بشويه. فما شكون يقول العمل هذا يتجاوز الضحك المباشر، هو كوميديا مركبه تتطلب تفكيك تحليل ثم تركيب على الواقع كما نراوه وحسب معرفتنا ليه. العباد ولاو يعملوا في تحاليل كاريمون. فما شكون قال تحفه فنيه ملغم بالرموز وينقد الواقع السياسي خاصه والاقتصادي والاجتماعي. فما شكون يرى لي هو حاجة راقية وخدمة فيها غشيرش وكرياتيفيتي وفن، ويقول اللي هو يحترم العبيد اللي ما عجبهمش. برشا يقولوا ما تفرجتش في السيت كومات اللي حكيوا عليهم العبيد وقالوا ينقلوا عليهم، وقاعد نفهم في كل شيء والحكاية فهمتها بالقديز عمل مشكل مني أنا. كيف كيف فما تعاليق أخرى يقول أنا من الأول ما عجبنيش، وكيف تفرجت في حلقة اليوم شخت عليه، والحلقة هي اللي كانت فيها الفاصل شوية، هي الحلقة أبغتيغ من الحلقة الرابعة والحلقة الخامسة العبيد بدلوا رؤيتهم على كان يا ما كانش. فمش كون قال أنا سافيت ديزاني ملي فقدت الأمل في الكوميديا التونسية، أما هذا تحفة فنية. شكون يقول العمل هذا لازمك تتفرج فيه وحدك باش تركز في كل ديتاي وباش تفهم اللي هو يحكي على حقبة زمنية معينة عاشتها تونس من كبت وغيره بطريقة هزلية وطريفة. وفما كومنتير ضحكني قالك سي اون سيري كليفانت كيما الملوخية، سواء اون ادور اي اون ايم سواء اون ايم با دو تو. هي المدام ذي قالت لك انا جادور. كيف كيف زيدا فما شكون قال ممتاز، من الاول ترهوشت حسيته غريب شويه وبعد كيف تبعته حسيته تنبير وضحك. هذا دونك هي التغيير نتاع التعاليق. باكونتخ فما شكون زيدا ولا يحلل في الشخصيات، يقول لنا مثلا انا نتاع الدجاج تمثل شريحه كبيره من مجتمعنا. كيف كيف يقول لك هو يتقمص شخصيه التونسي المتعصب اللي يرفض الراي الاخر دون حتى الاستماع اليه. فما شكون يشوف قالك شخصيه الراجل الكبير صاحب الشعر الاحمر هي شخصيه عدميه تمثل توجه فلسفي معين، العدميه موجوده اكثر في كتابات نيتشه. كيف كيف فما شكون حلل شخصيه الخفاش، يقول لك هي شخصيه مرضيه تتجاوز الدين والعرق من خلال طريقه التفكير. برشا برشا تحاليل. وباغ كونتر عنا زيد شكون اعطى معناها، فما شكون برشا دي ستاتيو ولا مش حتى دي بتي كومونتير. فما ستاتيو اللي هو شاف اللي الخدمه هذه ما فيها حتى ابتكار ما فيها حتى ابداع، قال هي سرقه في واضح النهار، مبرراتها والادله عليها كثيره، ولا شيء على الاطلاق يميز هذا العمل او يجعله قريبا ولو قليلا من الابداع والخلق. وعليه نتمنى في المستقبل ان لا نرى مثل هذه الافعال البائسه والمحاولات اليائسه لاستغفال المتقبل التونسي. ذلك ان التونسي فطن ولا يمكن ان يقع في مصيده التقليد والايهام بالابداع الزائف. فوالا دونك هذه اراء هي على كل لون يا كريمه. لا 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 احنا باش نحلوا انت ككرونيكور حاتم بالحاج بيان سور، بعيدا على اي تاويل من نوع اخر، لكن التونسي قاعد يتفاعل مع التغيير لانه عنده موعد في كينيا ما كانش مع برشا التغيير في كل شيء حاتم، وربما هيك الرجه هذيك هي اللي خلقت له الترهويجه اللي يمثلوا له ماهوش فاهم شنو وقت اللي ابارتيغ من الحلقه الرابعه الخامسه سي ظهر قلب الحكايه وبدات الناس تتفاعل معه. وريان
بيان كو التعليق ذو اللي قاعده تحكي فيهم وتقول لنا فيهم تنقل لنا فيهم الفه وتركيز مع الشخصيات وانه يذهب الى تحليل الشخصيات وما وراء الشخصيات دليل على نجاح العمل وانه خلق هك الترهويجه هذيك اللي خلت الناس تحكي عليه. هو باش نجاوب معناها العمل كان ما فيه استخدام مخ عندي انا ما يعني لي حد شيء. الناس الكل تنتظر فيا في شوف لي حل جديد وينتظروا في عبد الحميد بوشنيق في نوبه جديده. نحن ليه ما نمشيوش البلاصه اللي تنتظروا فيها كيما كي فاجئتكم انا مثلا بشوف لي حل فاجئتكم عند عزايز فاجئتكم بالقليبس كيما عبد الحميد فاجئكم بنوبه بدشره. نحن نحبوا نفاجئوكم هذيك راهو خدمتنا الابتكار هو هذيك كلمة سرقة راهو فرق ما بين السرقة اللي هي بلاجيا وبين الإلهام. أنا يا خويا كان نعتبره الإلهام سرقة يا خويا. سرقت من كاملوت وسرقت من الماونتي بايتون وسرقت من عاشور العاشر وسرقت من أستيريكس وبيليكس والبرنس اللي تحب أنت توت سي ريفيرونس. أنا عندي اون ايبونج في مخي توت لي ريفيرونس من البون ديسيني اللي أنا تبعتها وأنا صغير من مجلة عرفان من ماجد من أمي تراكي من حاج كلوف. راني اللي قريته واللي تعلمته الكل يلزم يكون عنده توضيح. نشدش كلمة ولا فكرة من كتاب ولا من فيلم آخر يذاك حقي وذاك الابتكار. ما فما كان إنسان وكان معنى الإنسان هو الكائن الوحيد اللي علاش نحن في الإيفوليسيون ولينا خير من الكائنات الكل. نحن طلعنا في المصعد الاجتماعي البيولوجي خاطرنا نخذ ونبني وعلى اللي تعمل قبل وهذاك هو الابتكار عندي. شكرا لك ألفة. كل نهار عمل خاطر تعرف اللي تال الموزة خم كبير في الأعمال الرمضانية. كل نهار عمل ناخذ فيه وقتنا في المتفرج فارس. مرسي بكو ألفة. موعدنا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. نوصل بكم لثمانية واثنين وثلاثين دقيقة في سات نوف وقاية إي أف أم إكسبريس مع سلمى هلام ونرجعوا لحوار ونص مع لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي.